السلام عليكم، سعد الله يومكم، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بإذن الله حسوي معاكم مكرونة الطيبين أو مكرونة زمان أو كبسة المكرونة، كلها نفس الشيء، نفس الاسم يتغير لكن الطريقة نفسها. عندي هنا بدأنا على طول الطبخة، هحط لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا حسويها أنا في قدر الضغط لأن أبغاها سريع. عندي بصل هنا حطيته مع زيت يذبل، أضيف معه عود قرفة وليمون ناشف وثلاثة فصوص ثوم. طيب بس يذبل كذا، ما أبغى لون البصلة تتغير. حأضيف اللحم هنا عندي، أنا مقطعته قطع صغيرة مو زي الكبسة، أصغر شوية يطلع أطعم مع المكرونة. تبغى تسوي بالدجاج أنت حرة، أنا حسوي باللحم. طيب هخلي اللحمة تتقلى كده شوية، هضيف فلفل حار حسب الرغبة، برضو هضيف معجون طماطم 3 ملاعق تقريبا، هنا بعد ما ضفت معجون الطماطم قلبته مع بعض هضيف عصير طماطم تقريبا طماطمتين عصرتها، حاضيف البهارات، عندي ملعقة بهارات مشكلة، البهارات اللي انت معتمدتها في البيت، انا هذه كمون فلفل اسود وكزبرة ناشفة. حاضيف معاها جزر اذا تحبي او اي خضرة ثانية، حاضيف جزر يطلع معاها طعم. طيب هتركها شوية تتسبك، طبعا هنا هضيف الملح، هتركها تتسبك شوية وأضيف عليها بعدين موية مغلية وأضغطها، والمكرونة طبعا بعدها. هنا القدر خلاص بعد ما تسبكت الصلصة والطماطم شوية، ضفت عليها الماء المغلية، هقفل الآن القدر وننتظر لين تستوي اللحمة وبعدين أحط المكرونة. هنا خلاص اللحمة استوت، هأضيف عليها المكرونة وأتركها تقريبا 10 دقائق تستوي، طبعا نضيف الكمية اللي تكفيكي انتي وسرتك، أنا هذه ضفت كيس وبرضو النوع اللي يعجبك. يلا هتركها تستوي وأوريكم شكلها وقت الغرف. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، كذا خلصت المكرونة، حالاتها كذا تغرفيها في صحن كبير زي الكبسة. هذه هي مكرونة الطيبين أو مكرونة زمان، ضفت عليها أنا كزبرة خضراء بعد ما طفيت النار، يعطيها طعم وبرضو نكسر اللون كذا يكون فيها خضار حلو. جربوها حتعجبكم هذه المكرونة، سريعة لذيذة، وعلينا وعليكم بألف عافية. المكونات كلها حتلقوها في صندوق الوصف. السلام عليكم ورحمة الله.